أهلا بكم. إنجاز مصري جديد ومشروع مهم للغاية افتتحه الرئيس السيسي صباح اليوم، وهو الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة. ممكن يكون مش واصل لكتير من متابعينا قدر وحجم الإنجاز وجود هذا المشروع المصري اللي بيعتبر بمثابة حلم تحول لواقع بالفعل، ولكن في هذه التغطية نستعرض مع حضراتكم جميع التفاصيل الخاصة بهذا المشروع. هو مشروع قومي جديد يتسق مع فلسفة الجمهورية الجديدة، ويضمن تطورا هائلا وقفزة نوعية غير مسبوقة في مصر. مع تحقيق كل أدواته يمكن للشبكة معاونة أي مصري في أي اتجاه وفي أي وقت على مدار اليوم، حيث إن الانطلاق نحو التحول الرقمي من خلال ميكنة كل القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم الخدمات الأفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين. كان أهم أولويات الدولة المصرية التي تبنتها القيادة السياسية والتحول الرقمي بما يوفره من أنظمة وتطبيقات حديثة يتطلب وجود منظومة اتصالات متطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كل المخاطر على المرافق الحيوية للدولة. هذه المرافق تتمثل في الكهرباء والبترول والمطارات في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية. ودعوني أستعرض مع حضراتكم طريق هذا المشروع من البداية. بدأ الحلم المصري بالدراسة والتجارب حتى يوليو 2020، عندما وجه الرئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكاناتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة طبقا للمعايير العالمية لسرعة احتواء ومجابهة المواقف الطارئة. تهدف الشبكة إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمي الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية وإتاحة كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذ القرار على جميع المستويات. أيضاً تحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث. وتم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية للاستفادة من كل التجارب العالمية في هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تتضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث المهمة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، كما أنها تساهم في دعم خطة التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030 الخاصة بالبند السابع السلام والأمن. أيضا تم دعم خطة التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية الرقمنة بالدولة، بما يؤهل الجهاز المركزي والإداري للارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر 2030 بهدف رضاء المواطنين. أيضا وفرت الشبكة إمكانات وخدمات وأنظمة متعددة لكل الجهات الحكومية، ويمكن الإشارة إلى أن الجهات المعنية بالخدمات الحكومية هي البترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الوزارات المعنية، حيث تم تقديم الخدمات الحديثة المؤمنة نظرا لحساسية تلك الجهات المعنية بالمرافق الحيوية بالدولة. يتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة في توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمي الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة وإتاحة كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذ القرار على كل المستويات وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث. كان الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية
بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمي الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية وإتاحة كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذ القرار على كل المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث. ويمكن الوقوف على مدى جودة شبكة الطوارئ في العديد من القطاعات، ففي القطاع الصحي تم نجاح تكامل الدوائر الصحية بين هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، حيث أصبح بلاغ الطوارئ مميكنا وموقوتا، ويتم تحريك كل العناصر المعنية به في ثوان معدودة. أيضا تم تطوير سيارة الإسعاف والمسعفين من خلال تجهيز سيارة الإسعاف بأنظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية، وكذلك ربط الأجهزة الطبية داخل سيارات الإسعاف بأقسام طوارئ المستشفيات التي تمت ميكنتها هي الأخرى. ولأول مرة تم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل السيارات الخاصة بالإسعاف إلى أقسام الطوارئ لحظيا. وفي هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز أسطول سيارات الإسعاف بمدن الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وبورسعيد، بالإضافة إلى الساحل الشمالي والطرق السريعة. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه التغطية، شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.